عاطفيا شو بتقول الأفلاك لمواليد الجوزاء بشهر آذار مارتش 2023؟ عزيزي، بتكون الأمور جيدة جدا مع فينوس بالحمل لتاريخ 16، بعدين بيكون بالثور لتاريخ 31. النص الأول يبدو أكثر وعد وبيحمل لك نشاطات كتيرة على الصعيد العاطفي ومشاريع غريبة بعض الشيء. أما المغامرات فبتكون كثيفة بأول أسبوعين. الفلك بيتحدث ربما عن انعزال أو بعض التراجع بعلاقة بالأسبوع الأخير. كتار من مواليد الجوزاء بيميلوا لعشق يمكن يبدأ بهالشهر، أو بيحلموا بحدا بيلتقوا فيه بظروف استثنائية، يعني في مفاجآت بهالشهر ولقاءات. بيتحدوا الأقدار إذا ترى شيء بيحول دون استمتاع بهاللقاء. أنت عزيزي الجوزاء ما بتحب شيء يعترضك، خاصة إذا قلبك هدف. إذا تحمست كل شيء بيوقف بطريقك بتواجهه وبتحاربه. المرتبطين بيعيشوا أوضاع جديدة وحلوة مع بعضهم. بالنص الثاني يخشى من بعض الخلافات المحتملة أو من ملامة بيوجهها الشريك، أو استياء من برودة أو غياب، أو يمكن من صراعات قد تطرأ. بيلعب الماضي بهالشهر دور بعلاقاتك الشخصية. يمكن تعاود اللقاء بمن غير بطريقك في بداية السنة. تتعرف لبعض الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ربما هلأ درجة بهالأيام مش هيك، أو بتتعرف على أحد الأشخاص عبر أحد أفراد العيلة أو أحد الأصدقاء، وربما أحد الشركاء المهنيين كمان يلي بالصدفة بيجمعوك بأشخاص بيهتفلون قلبك. فحضر حالك وخلي دايما شبوبيتك حلوة، أو شبوبيتك والمكياج للسيدات والأنسات والهندام الجيد للرجال. على الأرجح هالشي بيصير بالنص الأول من الشهر، يلا ما تتأخروا. تبدو عزيزي الجوزاء خلاق جدا، يعني يمكن تلاقي الحب إذا كنت خالي. تتاح لك فرص لتوسيع دائرة معارفك. المهم تبقى واقعي بكل شيء وعادل بتقييمك لبعض الأمور. ما تحمل شريكك ذنوب بسبب تقصير من قبلك. بخبرك بيني وبينك تعملها. أنت بتقصر وبتقول له حق عليك، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. أوقات هيدا شعارك.